السلام عليكم. اليوم حنتكلم عن الباذنجان. مثل ما تلاحظوا هذا الباذنجان بعد تقريبا 100 يوم من الزراعة. مثل ما تلاحظوا ثمار الباذنجان في ثلاثة في النبتة، مثل ما تلاحظوا كذلك في تزهير وفي زهرة، مثل ما تلاحظوا وهون كمان في أزهار، وفي النبتة الثانية كذلك في حبة باذنجان مثل ما تلاحظ، وهون في التزهير ولسه التزهير مستمر، وهون كمان في تزهير مثل ما تلاحظوا. طبعا في هذه الفترة يمنع يعني ري النبات بالأسمدة عشان ما تسقطش الزهرة، وكذلك يمنع نقل شتلة الباذنجان في هذا الشكل. يعني في ناس بتظن انه لما نجي ننقل نبت الباذنجان يعني حتكمل نموها من هذه المرحلة. طبعا إذا قمنا بنقلها كل الأوراق حتذبل وثمار الباذنجان حتسقط، كذلك التزهير. كذلك من يعني فشل التزهير هو كثرة أشعة الشمس أو الزراعة في الشمس مباشرة، يؤدي إلى إسقاط زهرة الباذنجان. مثل ما تلاحظوا كذلك لمس زهرة الباذنجان يؤدي إلى إسقاطها. يعني ما نجي ونقوم بلمس زهرة الطماطم أكثر من مرة، لأنه لمس زهرة الباذنجان يؤدي إلى إسقاطها. مثل ما تلاحظوا كذلك التزهير، في تزهير ثاني. مثل ما تلاحظوا أنا أنبه من عدم نقل شتلة بهذا الحجم. ما تلاحظوا خاصة يعني فيها ثمار وأزهار بطريقة خاطئة وكل الأوراق حتذبل. وطبعا إذا وجدتوا يعني أزهار ثلاثة، أغلب الزهرتين هذوم حيكونوا يعني زهرة ذكرية، هذه حتكون زهرة أنثوية وهذه حتكون زهرة يعني ذكرية، لذلك أنا أنصحكم بإزالتها بهذه الطريقة. مثل ما تلاحظ بهذه الطريقة نقوم بهذا حذر، يعني مثل ما تلاحظوا هذه تكون ذكرية وهذه حتكون يعني زهرة أنثوية وحتعطي حبة. مثل ما تلاحظوا نبت الباذنجان بعد 100 يوم من الزراعة تقريبا، يعني في كل يعني مثل ما تلاحظوا هون حبة وهون حبة، يعني ما فيش يعني حبتين. مثل ما تلاحظوا حبة باذنجان وفي تزهير. مثل ما تلاحظوا زهرة الباذنجان كذلك في زهرة. مثل ما تلاحظوا تقريبا يعني نموها بطيء شوية نبت الباذنجان. كذلك قمنا بالتقليب الأول، إن شاء الله التقليم الثاني بعد نمو حبة الباذنجان نقوم بالتقليم. أنا قلت لكم في فيديوهات سابقة ما عليكم يعني إزالة الأفرع، لأنه مثل ما تلاحظوا هذا الفرع عامل حبة. مثل ما تلاحظوا ما شاء الله نمو لسه مستمر. مثل ما تلاحظوا التزهير ممتاز في النبتين، كذلك التقليم ممتاز، كذلك النمو الخضري. إن شاء الله نقوم بمتابعتها حتى للحصاد. مثل ما تلاحظوا يجب إزالة كل الأزهار الأخرى إنها ذكرية. مثل ما تلاحظوا قمنا بريها. مثل ما تلاحظوا كذلك التزهير. مثل ما تلاحظوا إن شاء الله هنقوم بمتابعتها حتى الحصاد. ثم تلاحظوا الزهر، أنا أوصي بعدم لمسها كثيرا كي لا تسقط. ثم تلاحظوا قوموا بمتابعتها حتى الحصاد. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات، ولا تنسوا الضغط على زر جيم والاشتراك في القناة. وشكرا وإلى اللقاء في فيديو قادم.